الحكومة أطلقت مبادرة طموحة بعنوان بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة دي بتتم بتوجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري من خلال الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته. المبادرة بتمثل رؤية طموحة لمستقبل مصر لأنها بتركز على الاستثمار في الإنسان وتوفير الفرص المتساوية للكل. خلينا نتابع. في خطوة هامة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، أطلقت الحكومة مبادرة طموحة بعنوان بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين من الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته. تحمل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان رؤية طموحة لمستقبل مصر، حيث تركز على الاستثمار في الإنسان وتوفير الفرص المتساوية للجميع. كما تهدف المبادرة إلى بناء جيل جديد من المصريين قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للوطن. يشمل المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان العديد من المبادرات الفرعية التي تستهدف مختلف الأعمار، وتتضمن هذه المبادرات أيضاً برامج لتنمية مهارات الأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، مع التركيز على الجانب الصحي وتقليل معدلات وفيات الأطفال. كذلك تشمل برامج للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً بهدف تحسين المهارات ورفع الكفاءة استعداداً لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرة برامج للكبار من 18 حتى 65 عاماً وما فوق، كما تركز على التدريب والتأهيل لسوق العمل. تستهدف المبادرة أيضاً بناء مجتمع متكامل ومتقدم من خلال تفعيل العمل المشترك بين الوزارات وجهات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. أيضاً تهدف إلى تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، كما تساهم في رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. كذلك تسعى المبادرة للحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، وتشجع على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق رفاهية المواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.